يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، سعداء بتجدد اللقاء بكم في هذا البرنامج. تناول فيه معاكم مع أخوي أبو مطلق مجموعة من الأفكار والمعارف والعناصر والمعاني اجتماعية وأدبية وقصص وأمثال وما إلى ذلك. فإحنا أنا في الحقيقة عن نفسي مستمتع في حواري مع أخوي أبو مطلق. الله يعزك يا حياك الله أخوي أبو مطلق. الله يسلمك. اليوم ودنا نتكلم على كيف نصل إلى الألفة. يعني موضوع أكيد أنت عندك أفكار في هذا الموضوع، كيف نؤسس للألفة ما بين الناس، خصوصا الإنسان يدخل إلى مجال وظيفة، مجال دراسة، يعني في ديوانية، يريد أن يتعرف على الناس، يريد أن يذيب الجليد مثل ما هو معروف في العلاقات. فكيف يصل الإنسان إلى هذه الألفة؟ نعم. والله يا أبو عبد الله، شوف، حنا يعني أنا قلتهم نتكلم بالكلام المفهوم البسيط. أي نعم. الإنسان الطبيعي يعني هو اللي يألف ويؤلف. صحيح. يعني وتصحح لي، يعني أظن في حديث صحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا خير. في من لا يألف ولا يؤلف. نعم. والإنسان الطبيعي بعد يؤثر ويتأثر. صحيح. هذا الإنسان الطبيعي، والإنسان الطبيعي حتى يعني يفترض أنه يعني يسعى للألفة. حتى لو ما قدر، حتى لو شخصيته مثلا، بعض الناس يقول كان والله شخصيتي حاده، شخصيتي صعبه، شخصيتي معقده، شخصيتي حساسه. من الطبيعي بعد انه يعني صارع الاشياء هذه بحيث انه يكون يعني مألوف عند الناس. صحيح. يعني الانسان ما يقدر يعيش الحاله، صح ولا لا؟ اي نعم. جنه من غير ناس ما تنداس. الله. فالانسان يفترض فيه انه يعني ما يحط امامه يعني مطبات او والله عثرات او يعني امور مغلقه قدامه. انا والله هذا طبعي. طيب انت هذا طبعك يعني اول شيء راح تزعج غيرك. صحيح. وراح ينبذك المجتمع وراح تكرهك الناس. الحين ابو عبد الله حتى يعني، ولا تواخذني على الكلمه هذه، الان حتى يعني حتى الحيوانات المفترسه بعدها تروض، صارت يعني تالف يعني مدربها. يعني شفنا احنا اسود ونمور وكذا. صحيح. صح ولا لا؟ فكيف بالانسان يعني اللي فيه مشاعر وحسيس ما يعني يالفها الناس؟ أيوة. هذا في خلل. أكيد. يعني حتى يا ابو عبد الله، يعني والله احنا يعني ننزعج يعني من بعض الامور اللي تصير احيانا. يعني بعض الناس هدانا الله وياهم، والله يا ابو عبد الله يعني تخيل تعيش معاه سنوات طويله وما يشوف منك الا العلم الغانم، وما يشوف منك الا المواقف الطيبه، ولا يشوف منك الا المحبه والخير والنصح. يعني سبحان الله، عشان موقف واحد ممكن انك انت اخطيت. صحيح. انسان يخطي، ما في احد ما يخطي. اخطيت او قلت لك زله انت ما تقصدها، وحتى لو كنت تقصدها تصدق ممكن يعني يلغي هذه العلاقه ويغلق هذا الملف. الله. وتنتهي علاقتك معه. يعني هذا محرم. يعني صراحه يعني انت هذا الانسان الطيب اللي يحبك واللي يودك واللي يقدرك واللي ينصحك واللي يهديك واللي يسأل عنك واللي قضى معاك يعني ايام طويله، اي والله، يعني عشان زله او خطا يعني تنهي هذه العلاقه. هل هذا من الانصاف والعداله؟ أكيد لا. والمساواه؟ نعم. نعم. لا حول ولا قوه الا بالله. والله. يعني حتى انه يعني الواحد، احنا تربينا في مجتمع الحمد لله، وانت كذلك يا ابو عبد الله، اخواننا كذلك مشاهدين المشاهدات، يعني تربينا في بيئه الحمد لله تدمح الزله وتدمح الخطا. الله. والتغاضى والتجاوز وتغفر الزله. يعني ما تحط الميكروسكوبات على أخطائك. أي نعم. يعني حتى هن الأولين كان عندهم مثل، والله العظيم يعني أنا ودي يكتب على أبواب الجامعات والمعاهد وكل وزارة في هالبلد، يقولون لا شفت شينة اذكر زينة. الله. لا شفت شينة اذكر الله زينة. الله. تراك ممكن تشوف شيء شين من خويك أو نعم. أخوك أو جارك أو زوجتك أو عيالك، لكن يعني اذكر زينة. أنت شفت شينة صح، لكن اذكر زينة يا أخي. صحيح. اذكر ماضي. صحيح. لعل بالماضي يعني ما يشفع له. اي نعم. لعل بالماضي ما يدمح له الزله. اي نعم. والشاعر اللي يقول الشيخ يدمح لي 80 زله. الله. ولا ايش ماني عن زراياه دال. الله. يعني الطيب يدمح الزلات. يعني الرسول عليه السلام كذلك يقول التمس لاخيك عذرا، صح ولا لا؟ نعم. فالانسان اللي يعني يحب يالف الناس والناس تالفه لازم يطوف، لازم يمشي، لازم يعدي الامور. صحيح. حتى سبحان الله يعني نسمع ان هن قبل يعني يقولون الهون أبرك ما يكون، ويقولون ما هان تبارك. أي أيوة والله. يعني فعلاً ترى الهون واللين حتى. أيوة. كانوا يقولون بعد أبو عبد الله مثالهم الجميلة يقول لك الهرج اللين يجيب الحق البين. الله. ترى اللين دائماً سبحان الله عجيب، يوصلك المبتغاك. أي نعم. أما الصدام والعنف والزعل وخز العيون، هذا في بعض المجالس. أيوة. تلقى بعض الناس يخزون بعض أو غاضبين على بعض، يعني هذا كله ما هو حتى من الدين ولا حتى من الأعراف. وحنا يعني حتى نسمع من هنا قبل يقول السيل يمشي مع القاع الطمان. الله. شوف هو سيل، يعني سيل اللي ما ينطح ولا تقدر تواجهه، سبحان الله مع قوته ويعني واندفاعه ما يمشي الا مع الارض الطمان. لا الارض الطامنه يمشي معها. يعني السيل ما عمره يعني طلع فوق. صح. دائما يجي مع الارض الطمان.
فالإنسان دائما يكون يعني يعني يكون سلس، يكون أرض مثل ما يقولون هن أرض باردة، الله أرض سهلة، يعني يمتص غضب الآخرين، يصبر على أذى الآخرين، يحرص أنه يحبب الناس فيه. كم من شخص أنت يا أبو عبد الله الآن حنا قاعد نسولف تستذكره وتذكره باسمه، تشوف الناس تجي وتحب تقعد معه، أيوة وتحب الله. تسافر معه، أيوة وتحب تقهوه معه، وإذا غاب عنهم دقوا عليه، وإذا أبطى عنهم ممكن يجونه في محله في صحيح بيته، صحيح، لأنه شخص محبوب، شخص مألوف، شخص يعني ترتاح النفس بالقعدة وياه. يعني حتى أنه يعني من الكلمات اللي نسمعها عندهن قبل يقول فلان دمث وفلان وعر، إيه يعني فلان صحيح. فعلا الأرض الدمث أو الدماث، نعم، التربة تجدها سبحان الله دمثة، نعم، هذه من دماثة الأخلاق، الأرض صحيح. الدمثة اللي ما هي صلبة، حتى عند البدو حين في البر لا طلعوا قالوا القاع هذه دماث أو دمثة، هي التربة اللي فيها لين، طبعا أقل من النفود، إيه لا الأرض اللي فيها رملية بس مو مثل، نعم، النفود. وكذلك يقولون يعني فلان وعر، هي الأرض الوعرة، وعرة صعبة، نعم، بعض الناس سبحان الله فعلا يا أبو عبد الله بعض الناس وعر، صعب إيه المعشر، صعب إيه التعامل، يعني لا قعدت معه كأنك ترقى لك جبل، الله صعب، صعب حيل يا رضاه يعني عفوا رضاه صعب والتعامل، نعم، معه صعب وشخصيته صعبة، صحيح. فحنا بمثل هالكلمات دائما نذكر الله يرضى وننبه ما شاء الله الخيرين أكثر من السيئين، الحمد لله، وتنبيه فقط لا غير. الله يبارك لك والله يا أبو مطلق، يعني استشهادات في محلها وعناصر مهمة جدا، يعني أنت بالذات في الموضوع الأول الشاعر يقول توقع بشار برد وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. الله بارك الله فيك أخوي أبو مطلق، نتابع الحديث معك لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. الأخوة المشاهدين نحييكم من جديد وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج وسم، وما زال الحديث مستمر عن الألفة وكيف الشخص يكون مألوف ومحبوب، وحنا الأمانة يعني لأن الوقت راح يسرقنا فما نبي يعني ناخذ وقت أبو عبد الله، لأن أبو عبد الله ما يجي إلا بالدرر. أحسنت الله، هذا من طيبك والله، حسن ظن أبو عبد الله، الله يحفظك، الله يرضى عليك أخوي أبو مطلق. أول شيء لا مزيد على الكلام اللي قلته، والناس أتوقع يعني لو أنها تكتفي بما ذكرته أنت من اعتبارات لكان طريقا منيرا للوصول إلى المحبة والألفة وتأسيسها بين الناس. إحنا نحتاج إلى الحديث حق هذا الموضوع لأن يعني مرت على الحياة الإنسانية وايد ظروف أدت إلى عسرة العلاقة، يعني مثلا زمن الحظر في الفترة السابقة، الحروب الطاحنة اللي تعيش فيها الأمم بشكل عام، يعني الحداثة وما يصاحبها من حياة أنانية ونزعة حب الاستهلاك إلى آخره، وايد أشياء في الحقيقة دواعي تخلي الإنسان يتكلم على كيف نستطيع أن احنا نعيد هذا الموضوع إلى مكانته الحقيقية، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه. فأنا في الحقيقة أريد أن أقصر حديثي على ثلاث اعتبارات رئيسية جدا في موضوع كيف نؤسس للوصول إلى ألفة صحيحة بين الناس بشكل عام، أنت في العمل، أنت في الدراسة مع زملائك، أنت في أي مكان في الحقيقة، في سفر معك ناس مسافرين معك، وقس على ذلك أي تجمع بشري كيف نستطيع أن احنا نؤسس لقصة الألفة مع الآخر. أول قضية وأهم قضية وهي أولاها وأجدرها بأن تتقدم هي الكلمة الطيبة، عشان كذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، صدقة، الكلمة الحلوة صدقة اللي تفرج عن مهموم وتخفف آلام وتواسي، الله كلام عظيم، كلمة هذه صدقة، الله صدقة، انت ما اعطيت فلوس يعني نعم، الله اكبر، الله مؤثر هالكلمة، والله سبحانه وتعالى هذه وصية الله سبحانه وتعالى، وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان ينزغ بينهم، وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. بعدين في حديث صراحة انا اود اني اقوله بنصه لأن أنا قشعر بدني وأنا أقرأ هذا الحديث العظيم. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، هذا ترغيب، الآن النبي يصف لكي يرغب، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني قاعد يفكر الإنسان كيف ما روعة هذه الغرف، ما جمالها. فقال أبو مالك الأشعري راوي هذا الحديث لمن هي يا رسول الله؟ من اللي يستحق هذه الغرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام.
أول قضية اللي تقدمت كل هذولي هو إيش؟ قبل إطعام الطعام، لأنه ممكن ما عنده طعام حتى يطعم فيه الآخرين، وهو يعني ما هو من أهل قيام الليل، وهو قائم بالفرائض، لكن أطاب الكلام، إطابة الكلام هذه يعني قصة. عشان كذي النبي صلى الله عليه وسلم قدمها في هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أذكر يعني أيضا يؤكد على أن المؤمن الإنسان لما يختار عبارات سيئة ويكثر الفحش ويستسهل الكلمات النابية أو يلعن ويشتم وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى هذا ما هو مؤمن، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الله. إيه. وأحد الشعراء يعني لملم القصة هذه وقال قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. لطف العبارة والكلمة واختيار العبارة يلم. يعني يلم يعني يلملم هذه العلاقات. هذه القضية الأولى. القضية الثانية وهي يعني هي صحيح هذه أولى، لأنها هي طبيعة العلاقة بين الناس، لأن لابد أنهم يتحاورون يتكلمون يتفاهمون، صح ولا لا؟ قضية أخرى كذلك هي مهمة جدا، وهي أن يكون الإنسان جديرا بالثقة، أن الإنسان يكون جدير بالثقة. كيف أكسب الجدارة الثقة؟ لما أقول لك سر بمطلق أو لشخص يعني المعذرة ويقوم يفشي هذا السر، هل هذا شخص جدير بالثقة؟ لا طبعا. لا طبعا. لما أتمنى على مبلغ من المال ويهدر هذا المال ويضيعه، مو شرط مال يعني ممكن يكون أي شيء آخر، أوراق أمانة أوراق كتب، فأجد بأن ضيع هذه الأمانة، هل هو جدير بالثقة؟ لا طبعا. الشخص اللي اعتاد لسانه على الكذب وإحنا ندري أن هذا قاعد يكذب، المعلومة الحقيقية إحنا فاهمينها ودارينها وهو قاعد يكذب ويبالغ، فهل هذا جدير بالثقة؟ ليس جديرا بالثقة. صح. الإنسان لابد أن يكون، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التلون في حياة الناس وعدم المصداقية. تجدون شر الناس يوم القيامة منه ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. واليوم حياة المصالح في الحقيقة نمت وعززت أمثال هؤلاء، يعني أصبحنا في السابق كنا نسمع فيهم، اليوم أصبحنا نشاهدهم وأحياناً نقعد معاهم تلقاه بوجهين. وهذه على فكرة من الألفاظ الكويتية اللي استفادتها من الحديث النبوي، لما يقولون الكويتيين فلان بوجهين فهو مكتسب من هذا الحديث، تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، هذا أثر النبوي، أثر الحديث النبوي في اللهجات العربية بما فيها طبعاً اللهجة الكويتية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً قال آية المنافق ثلاث، فالإنسان يحذر أنه ما يكون من المنافقين وألا يكون جديراً بالثقة. فيعني في الحقيقة يعني أنا قلت ثلاث لكن ما اتسع الوقت إلا لذكر اثنتين. الثالثة هي أن الإنسان يكون متواضع. كيف يكون متواضع وجمالها وروعتها، روعة الإنسان وملء السنابل ينحنين تواضعاً والفارغات رؤوسهن شوامخ. الشاعر شوف التعبير مشهد جمالي، ها أو أفضل مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في ثياب تواضعي. أفضل مقرونين، أفضل اثنين متجانسين جلالة قدر في ثياب تواضعي. الكلام يعني في هذا الموضوع والطريق إلى الألفة يعني. الله يعزك. وأظن أبو عبد الله في أبيات إذا بعد تعين عليها ما شاء الله يعني تحفظ في الشعر العربي. إيه؟ ومحب للشعر العربي لما يقول تواضع تكون كالنجمي لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. الله. أي نعم. ولا تكون كدخان. أي يعني ما أذكر البيت. على طبقات ولا طبقاتي وهو ضيع. أي نعم صحيح. أكيد لا شك. الله يجعلنا وياك أبو عبد الله من المتواضعين ومن الناس اللي يعني يألفون ويؤلفون. الله يرضى عليك. ويجعلنا إن شاء الله يعني مؤثرين ومتأثرين. هذه صفات الإنسان الطبيعي. صحيح. وبهذه الكلمات الجميلة العذبة. الله يرضى عليك. أبو عبد الله والأبيات والموضوع القيم اللي صراحة تكلمنا فيه اليوم، نختم بهذه الحلقة ونراكم إن شاء الله في حلقات قادمة. والسلام عليكم.